هذا في المخاطر المعروفة، أما في المخاطر المستترة فالشباب اللبناني بات عرضة لما يعرف بالمخدرات الرقمية، وهي أشد فتكا من المخدرات التقليدية. ما هو هذا المخدر وكيف نواجهه؟ تقرير خاص لجورج عيد. المخدرات الرقمية صارت بلبنان، وبمتناول أي مراهق أو طفل قاعد ببيته أنه يحصل عليها عبر الإنترنت. المخدرات الرقمية هي برودكت من المخدرات عم يروج له عبر ويب سايت عالمي معروف كمخدرات من نوع جديد. MP3 فايلز بينعملها داونلود عند الانترنت. هالMP3 فايلز فيها نغمات صوتية غير سمعية بترسل بيسمعها الإنسان بكل دينة بتردد مختلف. هالترددات المختلفة هاي بتحس للدماغ ليعمل برين ويفز، بتأثر على الحالة النفسية والمزاجية للإنسان، بتخليه يشعر شعور مشابه إلى شعور اللي بيشعر فيه متعاطي المخدرات التقليدية. كل الدراسات والتقارير الطبية العالمية جزمت وأكدت على خطورة هذا النوع من المخدرات. نحن قبل ما توقع الكارثة وكأجراء تحذيري واحتياطي اتفقت مع معالي وزير العدل انه يتم تشكيل لجنة قضائية لدراسة هذا الموضوع على جميع المستويات، تمهيدا ربما للوصول الى تشريع لحماية بيوتنا وولادنا. الاسماء المستعملة على الموقع الالكتروني المروج للمخدرات الرقمية ما بتخفي خطورة البضاعة اللي عم تنبيع، والاسم بمعظم الحالات بدل على المضمون. اما كلفة شراء الملفات وتحميلها على الاجهزة فبتتراوح بين 3 وال 30 دولار، مما بيسهل شراءه وانتشاره بين ذوي الدخل المحدود. خطورة هذا النوع من المخدرات انه ممكن استخدامه باي مكان، شرط انه يكون الانسان عنده كمبيوتر وسماعات، وبتبدا عملية التأثير السلبي لهالمخدر على الجسم يلي بتوصف بتشنجات وحركة غير اعتيادية للجسم مثل ما عم نشوف بهالمشاهد. هي حالة إدمان بدون شك. بلشنا عم نشوف حالات، هلأ عنا شخصين عم نعالجهم، تبعية نفسية مش تبعية جسدية، بيتابعوا مع بسيكياتر مع بسيكولوج. بس خطورتها أنه عم بتفوت على كل بيت، بطلب عبر الام تي في من الأمات من البيات ينتبهوا على خطورتها. الزبزبات عم تضرب الدماغ. برغم أنه عدد حالات الإدمان على المخدرات الرقمية عند المراهقين بلبنان ما تخطت الحالتين مقابل 200 ألف بتركيا، إلا أن الجمعية بتتخوف من انتشار هذه الظاهرة اللي بتمتد بصمت وداخل غرف مغلقة وأحياناً على بعد أمتار من أنظار الأهل.